لكن القائم الأيسر يرتدي اللون الوردي لمرمى فريق. هذه محاولة، هذا كوفي محاولة التعديل، ومهند، وهدف تعادل، هدف تعادل للقوة الجوية. محمد قاسم في أقل من دقيقة الأولى القائم الأيسر، والثانية يسجل هدف تعادل للقوة الجوية في مرمى نادي القاسم. محمد قاسم يسجل هدف تعادل أمام فرحة الأنصار المحبين لنادي القوة الجوية. محمد قاسم يعيد المباراة إلى نقطة البداية ويعدل النتيجة لفريق نادي القوة الجوية في مرمى نادي القاسم. لاحظ القوة الجوية، وكرة لعبت من كوفي وفرانك، كوفي اللي لعب كرة زاحفة، ويستغلها محمد قاسم بكرة زاحفة في المرمى ليدرك فريق نادي القوة الجوية هدف التعادل. لاحظ الإعادة، لاحظ الدخول لفرانك، فرانك يهيئ كرة، ومحمد قاسم بيمينه يضعها في المرمى. ولاحظ مهند ذكاء من مهند عبد الرحيم، هو كان في موقف تسلل اللي ترك الكرة إلى المرمى ليسجل من خلالها نادي القوة الجوية هدف تعادل في مرمى نادي القاسم.